طيب اليوم إن شاء الله في المحاضرة تبعتنا راح نحكي على الديب ليرنينج زي ما وعدناكم، إنه حكينا في المرات السابقة إنه في عندكم كانت محاضرات النيورال نيتوركس أو الشبكات العصبية الاصطناعية. شفنا يعني هي كانت عبارة عن سلسلة من 3 محاضرات أو 3 فيديوهات، يفترض إنه أنتم شفتوها، وراح أشوف في نهاية المحاضرة إذا كان في عندكم أسئلة أو لا. اليوم إن شاء الله حنركز على موضوع متقدم أكثر، هو الديب ليرنينج. طبعا عشان احنا نذكركم في الموضوع، يعني شو علاقة الديب ليرنينج في الارتفيشال انتليجنس او ايش محله من الاعراب. طبعا عندنا الموضوع الكبير هو الاي اي او الارتفيشال انتليجنس، هو فرع من فروع علوم الحاسوب او الكمبيوتر ساينس، وبيشمل على يعني موضوعات عديدة، منها طبعا أكيد بطبيعة الحال الماشين ليرنينج. في يعني أكيد مواضيع تانية غير الماشين ليرنينج زي ما إحنا درسنا في هذا الكورس، مثل السيرش ألجوريثم أو السيرش استراتيجي، وكيف إنه إحنا نعمل فورميليشن البروبلم أز سيرش بروبلم. كذلك حكينا عن مبدأ الجينيتيك الجوريثم او الخوارزميات الجينيه، وحنشوف اليوم كيف انه هو بيقع تحت، يعني حيكون انه تصنيفه تحت احد فروع الماشين ليرنينج. طبعا في الماشين ليرنينج في عندنا dozens of different machine learning methods. في انا عندي الكي ان ان، كي نيرست نيبور اكيد مر عليكم، في عندي نايف بايس، في عندي سبورت فيكتور ماشين، في عندي الراندوم فورست، وعديد وغير العديد من الخوارزميات او الميثودز في الماشين ليرنينج. احد هذه الميثود اللي هي النيورال نتورك هو هذا الموضوع. طبعا في النيورال نتورك احنا بدينا فيها في المحاضره الماضيه وشفنا فيها عليها تفاصيل كثيره. تمام، وفي انا عندي نوع خاص من النيورال نتورك هو الديب النيورال نتورك، او موضوع الديب ليرنينج هو فرع اصلا من الماشين ليرنينج. هنشوف ايش يعني تفصيل عنه اليوم. طبعا تصنيفات الماشين ليرنينج احنا حكينا هذا الكلام سابقا، بس للتاكيد برضو عشان انه احنا نعرف وين احنا موجودين او ايش سياق الموضوع اللي احنا بنحكي عنه. حكينا انه احنا الماشين ليرنينج انه ممكن انه احنا نقسمه بعد ما وصلنا لهذه المرحله لقسمين، قسم كلاسيكال وقسم النيورال نتورك وديب ليرنينج. يعني النيورال نتورك لحالها اخذت فرع انه صار فيها الديب ليرنينج، يعني كانت سابقا ضمن الكلاسيكال، وهذا الكلام بدي احكي ما قبل ال 2010 تقريبا. بعد ال 2010 يعني صار في تقدم اكثر في الديب ليرنينج، ويعني اخذت النيورال نتوركس مع الديب ليرنينج فرع مستقل في الماشين ليرنينج. تمام، طيب خلينا نرجع نذكر او نستذكر. انا عندي في الكلاسيكال، في الكلاسيكال حكينا فيه عندي سوبرفايزد وان سوبرفايزد. سوبرفايزد يعني مر هذا الكلام علينا سابقا، بس للتذكير انه بيكون انا عندي تعليم يعني من خلال معلم او تحت الاشراف، يعني من خلال تيتشر. بيكون في انا عندي مجموعه من الاكزامبل، والاكزامبل هذه محدده الكلاس ليبل تبعها او التصنيف تبعها، وعلى هذا الاساس انه انا بدرب الماشين ليرنينج ميثود انه هي تصنف او تعمل بريدكت. طبعا في فرعين اللي هو كلاسيفيكيشن وريجريشن، الاثنين نفس الشيء، الاثنين بيعملوا بريدكشن. تمام، بس الكلاسيفيكيشن عاده لانه بنستخدمه مع الكاتيجوريكال فاريبل او الكاتيجوريكال ليبل، بتكون يعني انه الكلاس اللي انا بدي اعمل له تنبؤ انه هو عباره عن كاتيجوريز، يعني فئات مش ارقام. يعني مثلا على سبيل المثال بدي اختار الكلر، يعني بدي اعمل بريدكت للكلر مثلا، فبالتالي انا عندي الكلر فئات محدده، احمر اصفر اخضر الى اخره من هذا الكلام. لكن انا في عندي في النوع الثاني هنا الريجريشن، والريجريشن عاده بنستخدمه مع الارقام. يعني على سبيل المثال بدي اتنبأ بسعر البيت، بدي انا يعني بدي موديل انا بعطي له موقع البيت والمساحه وعدد الغرف وسنه البناء، لانه يعني كل ما قدم البيت بيكون انه سعره يعني اقل،
البيوت الحديثة بتكون سعرها أكتر يعني مثل هيك. فكل الفيتشرز أو كل الفاكتورز اللي بتأثر على السعر رحت أنا حطيتها، وبدي الموديل إنه هو يتدرب يعمل لي بريدكت للبرايس، والبرايس بطبيعة الحال هو عبارة عن رقم. عشان هيك هذه التاسك عادة بنسميها ريجريشن. فبالتالي انتم ما تشعروا بالكونفيوجن او بالحيره بين الريجريشن والكلاسيفيكيشن، هم نفس التاسك، اللهم انه يعني الكلاسيفيكيشن بيكون على الفئات والريجريشن بيكون على الارقام. اما بخصوص الان سوبرفايزد، هذه الحاله انه انا يعني الاكزامبلز انا عندي ما بيكون فيها لها كلاس ليبل وما بتعلم تحت الاشراف، خلاص هو بتعلم لوحده. تمام، في يعني بيندرج تحتيها العديد من الطرق، يعني اشهرها الكلاسترنج. كلاسترنج انه هو لوحده بروح بجمع الداتا اللي بتشبه بعض بروح بحطها في نفس الكلاستر. تمام، ف يعني هذا unsupervised، هو لحاله بروح بقارن انه كل يعني الاكزامبلز انا عندي وبشوف اللي بيشبه بعض وبروح بحطها تحت بعض. طبعا في انا عندي الباترن ماتشنج او الباترن سيرش، ومن ضمن هالابريوري الجوريثم او الاف بي جروث، او بالاحرى يعني تيجي اختصارا هي الاسوسيشن رول. الاسوسيشن رول يعني حنشوفها في سلايد لاحقه بعد شويه. تمام، برضو كذلك بيجي تحت الموضوع هذا موضوع الدايمنشناليتي ريدكشن، والدايمنشناليتي ريدكشن او يعني تقليل او اختزال الدايمنشن انا عندي في الداتا. هذه كتير انه احنا بنحتاجها في بعض الاحيان، بتكون في عندي بيانات الدايمنشن تبعتها فيري هاي، معنى ذلك انه عدد الاعمده كتير كتير كبير، فبالتالي بدي اقلص عدد الاعمده. تمام، بدي اختصرهم، يعني بدل ما يكونوا في عندي 1000 عمود على سبيل المثال بدي مثلا 300، افضل 300، او انه بدي تمثيل ال 1000 عمود بدي امثلهم في سبيس جديد، والدايمنشن تبع السبيس الجديد 300. وبيجي تحتيها يعني العديد من الالجوريثم زي البرنسبل كومبوننت اناليسيس او البي سي اي، الال اس اي ليتنت سيمانتيك اناليسيس، السنجولار فاليو ديكومبوزيشن، والال دي اي او الليتنت ديليتج الوكيشن. هذول كلهم يعني زي ما حكينا انهم يعني بيعملوا اختزال للدايمنشناليتي. الدايمنشن انا مقصود فيها الاعمده وليس الصفوف، هذه بتيجي تحت الان سوبرفايزد. تمام، بقي عندنا فرعين هنا على اليمين، انا عندي هنا الانسمبل ميثودز وفي عندي الرينفورسمنت ليرنينج. الرينفورسمنت ليرنينج احنا غطينا، تمام، حكينا انه انا في عندي ايجنت، والايجنت هذا بده يتفاعل مع الانفايرمنت وبده يعمل يتعلم البوليسي، وحكينا عن مفهوم الكيو ليرنينج. هذا يعني واضح يعني يعني الكيو ليرنينج اللي انا بدي اعمل ليرن الكيو فاليوز بحيث انه هي تحدد البوليسي تبعتي. وزي ما انتم شايفين هنا انه الجينيتك الجوريثم يعني خاضع تحت الرينفورسمنت ليرنينج بطريقه انه انه السيرش لل 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 يعني للسوليوشن في البروبلم هذه، انا عاده انا بحاول انه انا انه اوجده يعني بيكون انسوبرفايز يعني، او بيكون يعني تعليم بالاجبار، انه هو بحاول انه هو كل جيل انه هو يحسن الجينريشن في الجيل اللي جاي، فبالتالي هذا رينفورسمنت. طبعا ضمن الكيو ليرنينج احنا شفنا الكيو ليرنينج اخذناها بالطريقه المبسطه، انا في عندي ديب كيو ليرنينج او الدي كيو ان، يعني في هذه الحاله انه بيكون الكيو ليرنينج انا بتعلمه من خلال الديب نيورال نتورك. تمام، الان على اليمين انا في عندي الانسمبل ميثودز. الانسمبل ميثودز معناها انه انا بدي اجمع كذا ميثود مع بعض بحيث انه الغرض منها تحسين الاداء، وبتيجي تحتيها يعني ثلاث فئات، انا عندي باجينج، ستاكينج، بوستينج. يعني باختصار شديد انه انا ممكن اجمع طريقتين من الطرق هذه، يعني مثلا على سبيل المثال انا عندي ديسيجن تري،
هذه عبارة عن كلاسيكال ماشين ليرنينج، طريقة واحدة. تمام، ايش بروح بسوي؟ بروح بعمل ميثود، بدي اطبق عليه الانسمبل. فايش بروح بعمل؟ بعمل انسمبل اوف ديسيجن تريز. يعني فهذا بينتج انا عندي حاجه اسمها راندوم فورست. فبالتالي الانسمبل ميثودز، الهدف بدل ما استخدم شجره واحده بستخدم العديد من الاشجار. تمام، العديد من الديسيجن تريز بدربها على البيانات انا عندي بغرض انه احسن الاداء. اوكي، طيب طبعا الستاكينج المفهوم تبعه مختلف. الستاكينج انا بستخدم الجوريثمز مختلفه، يعني ممكن استخدم سبورت فيكتور ماشين مع لينير ريجريشن مثلا، او على سبيل المثال ممكن استخدم هذول الثلاثه كي ان ان نايف بايس وسبورت فيكتور ماشين، بحيث انه بدي اخليهم هم الثلاثه يعملوا كلاسيفيكيشن ل وان اكزامبل على سبيل المثال. والاكزامبل هذا بدي، يعني على سبيل المثال انا في عندي كلاس A وكلاس B. تمام، فلنفترض انه على سبيل المثال انه الكي ان ان حكت انه A والنايف بايس حكت انه A، عملت بريدكت انه A، بس السبورت فيكتور ماشين حكت انه B. فبروح ايش بسوي؟ بعمل فوتنج. الفوتنج هنا انه بروح بختار انه الكلاس اللي نعمل له بريدكت اكثر شيء. تمام، وبروح بعتبره الكلاس النهائي. طبعا هذا يعني هنا في الستاكينج، مره ثانيه في الانسمبل، بدل ما يكون في عندي موديل واحد، لا بنعزز الموديل تبعي باكثر من موديل من نوع مختلف، وباخذ تصويت على البريدكشن اللي هم بيعملوه، هيك انا بعزز الاداء اكثر. تمام، بعد هيك انا في عندي يعني اخر حاجه اللي هي الديب نيورال نتورك. تمام، في الديب نيورال نتورك احنا حنركز، يعني او احنا اوريدي اخذنا البرسبترون او المالتي لاير برسبترون، حنركز اليوم ان شاء الله على الكونفولوشنال نيورال نتورك. تمام، بعد ما نفهم ايش هو الديب ليرنينج، لانه احنا محتاجين نتعمق فيها اكثر. في انواع ثانيه. تمام، هذه عاده تستخدم في الصور. تمام، هذه عادة تستخدم في مع النصوص. تمام، هذه ممكن أن أستخدمها مع النصوص والصور. تمام، وهذه في العادة ممكن أستخدمها مع التنين. تمام، لأنه في تاسك يعني تدعم، يعني أنه أنا أستخدم فيها الأوتو أنكودرز، بيكون انا عندي الانبوت عباره عن سيكونس والاوتبوت عباره عن سيكونس ثاني، يعني ممكن يكون الانبوت عباره عن صوره والاوتبوت عباره عن نص، فعشان هيك انه هي بتدعم الاثنين مثل هاي بالضبط. تمام، فهذه عاده بيستخدموها في الناتشورال لانجويج بروسيسنج. هذه بالمناسبه مش نصوص فقط، ممكن يكون انا عندي عباره عن ويف ساوند، يعني الويف ساوند هو عبارة عن سيكونس. كل الشغلات اللي فيها سيكونس، تمام، بطبق عليها الريكرنت نيورال نتورك او الشبكات العصبية التكرارية. اما الصور عادة بستخدم لها الكونفولوشنال نيورال نتورك او الشبكات العصبية الالتفافية. تمام، في اي سؤال لغاية الان؟ ما في. تمام، اوكي، طيب احنا شفنا طرق عديدة هنا. شو استخدم؟ طيب شو استخدم؟ وين اروح؟ يعني استخدم ديب ليرنينج اروح، ولا استخدم كلاسيكال، ولا انسمبل؟ متى استخدم هاي ومتى استخدم هاي؟ يعني إذا بدي أعمل prediction راح أروح على الكلاسيكال، إذا بدي أعمل زي games أو إني أعمل robots أو إشي هيك راح أروح على reinforcement. أما مثلا بدي أعمل مثلا مثل ما قلت صور أو نصوص راح أروح على neural. تمام، كلام سليم، لكن احنا ممكن انه احنا نحكي هذه الشغله بطريقه مختلفه، انه انا اللي بيحكمني في الموضوع هو البيانات.
يعني على سبيل المثال لو كانت أنا عندي البيانات، أنا عندي السيمبل والفيتشرز فيري كلير، فبالتالي بروح على الكلاسيكال، بيكون مش من المجدي إنه أنا أجرب طرق تانية. الكلاسيكال ماشين ليرنينج بيكون أداءها ممتاز، فخلص إنه يعني خلص بستكفي بالكلاسيكال ماشين ليرنينج. تمام. طيب متى ممكن إنه أنا أروح للريينفورسمنت؟ لما ما يكون في عندي داتا ولكن في انا عندي environment، بركز على الانفايرمنت. انا في عندي عنصر اساسي انه الانفايرمنت لازم تكون موجوده، فانت زي ما ذكرتي انه انا بدي اعمل جيم، الجيم لازم تكون ضمن انفايرمنت، فبالتالي هذه لازم تكون انه هي موجوده. طيب متى بروح على الانسمبل؟ بروح على الانسمبل لما تكون انا عندي الكواليتي عباره عن مشكله حقيقيه، بمعنى انه انا بدي الاداء انه ممتاز جدا، انه بدي الجوده تبعت الموديل تكون كتير ممتازه، ساعتها بعزز الاداء باستخدام الانسمبل. اذا كان الكلاسيكال لوحده الاداء تبعه مش تمام، فبروح بستخدم الانسمبل. اذا كان انا كنت بدور على الكواليتي، انا بحكي كاداء كاداء للموديل. تمام. طيب لما البيانات انا عندي تكون complicated والفيتشر مش واضحه، تمام، ساعتها بدي استخدم النيورال نتورك او ديب نيورال نتورك، لانه الديب نيورال نتورك عندها القدره انه هي تتعامل مع الكومبليكيتد داتا، وعندها القدره كذلك انه هي يعني تتعامل مع الفيتشر اللي مش واضحه. تمام. في كذلك انا عندي هنا زي ما انتم شايفين سهم، في حال انه الانسمبل ما فلحتش في انه هي تحسن لي الاداء، ساعتها بروح بتوجه للديب ليرنينج، انه انا ممكن انا استخدمه كحل نهائي. بمعنى الكلام انه البيانات انا هي اللي بتحدد وين توجهي او ايش هي الطريقه في نوع الماشين ليرنينج اللي انا بدي استخدمه. تمام. واضح هذا الكلام؟ طيب طبعا الكلاسيكال ماشين ليرنينج حكينا هذا الكلام، انه حكينا انه هنا سوبرفايزد وان سوبرفايزد كلاسترنج اسوسيشن دايمنشاليتي ريدكشن و اسوسيشن، هذا الان سوبرفايزد والسوبرفايزد حكينا انه هو كلاسيفيكيشن وريجريشن، هذول التو تاسك. تمام. نبقى هنا لما تكون هنا انه الداتا از بري كاتيجوري كاتيجوري كاتيجوري، انه في لها فئات، او انه انا عندي التارجت عباره عن نيوميريك انه موجود، لكن هنا انه الداتا از نوت ليبلد ان اني واي، ما في لها اي ليبل ولا في اي عمود انه هو يعتبر كتارجت. طبعا في السوبرفايز انتم بتعرفوا انه في عندي عده طرق، اكيد مرت عليكم الديسيجن تري الكلاسيفيكيشن، انه انا زي كانه انا بدي اعمل خط يفصل لي بين الفئات هدول عن الفئات هدول. تمام. هذا الكلاسيفيكيشن. اما الريجريشن وزي كانه انا بدي اعمل خط يفصل النقاط اللي فوق عن النقاط اللي تحت، انه كل نقطه من النقاط هذه تعتبر انه يعني عبارة عن target value خلينا نعتبر. تمام. طبعا في support vector machine، support vector machine برضه بيشتغل على موضوع فصل البيانات، زي ما انتم شايفين انه هنا بده يفصل البيانات، فهو بده يوجد اللاين اللي بفصل البيانات، وبكون انه المسافة الفاصلة بتكون اكبر ما يمكن، هذا support vector machine. فبالتالي الكلاسيفيكيشن المبدا تبعه مبني على السيبريشن، انه انا بدي افصل بين الكلاسز تبعوني، او بدي ارسم لاين بعمل فيت للبيانات تبعتي عشان استخدمه في البريدكشن. تمام. الانسوبرفايزد، الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج، انه زي ما شفنا انه انا في الكلاسترنج انه انا في عندي بيانات هذول يفترض بيشبهوا بعض، بروح بحطهم في كلاستر. تمام. طبعا من اشهر الالجوريثم هنا الكي مين، هدول بيشبهوا بعض بحطهم في كلاستر، وهدول بيشبهوا بعض بحطهم في كلاستر. طبعا هدول الكلاستر في لهم ريبريزنتيتيف اللي بنسميه هنا سنترويد. الاسوسيشن رول عاده انه انا
بعمل اسوسيشن بتوين ايتمز. يعني على سبيل المثال لما انا بروح على السوبر ماركت بروح بشتري خبز مع لحمه مثلا على سبيل المثال. في هذه الحاله انه يعني دائما انه الناس انه لما تشتري الخبز مع مثلا مع لحمه مفرومه في الغالب انه هي حتعمل همبرجر مثلا على سبيل المثال. اللي بيشتري ناس كافيه باكيد بده يروح يشتري كافي ميت او سكر. مع هذه الشغلات متلازمه او اسوشيتد مع بعض. عشان هيك اللي بيشتغلوا في التسويق عاده انه بيروحوا بحطوا هذه الاغراض مع بعض دائما، انه كل الاغراض اللي انا بحتاجها في اسوسيشن بيناتها، انه انا بروح بحطها مع بعض. عشان انه اشتريت مثلا زبده اكيد بلزمني حليب عشان هعمل كيكه مثلا، تمام؟ فبالتالي هذه كلها اسوشيتد مع بعض. يعني بيعملوا دراسه للايتمز انه كل كاستمر ايش السله تبعته اللي موجوده وايش الاغراض الاسوشيت مع بعض، وبناء عليه بروحوا ببنوا موديل باستخدام الاسوشيشن رول ليرنينج. الرينفورسمنت يعني شرحناه قبل هيك، واحنا بناكد على مفهوم الانفايرمنت انه العالم او البيئه اللي بيتعامل معها الايجنت لازم تكون موجوده. انا في عندي اكشن هنا ريورد. طيب النيورال نتورك حكينا في المحاضره الماضيه انه هي اصلا انسبايرد من دماغ الانسان، انه هذه عباره عن شبكات بيولوجيه وهذه شبكات عصبيه، تمام؟ والنيورال نتورك انه او المالتي لاير نيورال نتورك زي ما انتم شايفين هنا بيكون فيها عده طبقات. هذا الكلام حكينا عنه سابقا. الجديد في الموضوع هنا اليوم عندنا في المحاضره انه انا بدي يكون في عندي ديب نيورال نتورك. الديب هنا معناها انه انا بدي يكون في عندي العديد من الطبقات، طبقات اعمق من هذه الطبقات، تمام؟ طبعا شو الفائده من هذه الشغله؟ لازم نكون واعيين في من شو الفائده من هذه الشغله. خليني اقفز لهذه السلايد اول، بعديها بدي ارجع. فبالتالي هنا why deep learning now؟ في الحقيقه الديب ليرنينج بتفوق على الكلاسيكال في شغلتين. الشغلة الأولى إنه هو بيتفوق في موضوع الـ feature classification، الشغلة الثانية في موضوع الـ performance. بخصوص الـ feature extraction إنه الـ deep learning لوحده بروح بعمل extract للـ feature. يعني على سبيل المثال هنا في classical machine learning لو في عندي task إنه أنا بدي أعمل تصنيف لهذه الصورة إنه هي car ولا not car. سابقا كان انا في عندي هنا الانجينير لازم انه يعمل فيتشر اكستراكشن مانيولي او يحدد ايش هي الفيتشرز اللي لها علاقه بتصنيف السيارات، وبعديها يديها لكلاس يعني مررها لنيورال نتورك عشان تعمل كلاسيفيكيشن عشان تطلع لي الاوتبوت انه هي كار او نت كار. لكن هذا الكلام انه احنا بطلنا نحتاجه. ليش؟ لانه الديب نيورال نتورك مجرد ان انت ضفت طبقات اضافيه، الطبقات هذه هي لوحدها بتتعلم. لاحظ على الكلام مكرر مره ثانيه، هي لوحدها بتتعلم تعمل اكستراكت للفيتشرز، تمام؟ وكمان بتتدرب يعني على انه هي تعمل كلاسيفيكيشن. فبالتالي هنا بتقوم بالتو تاسك، تمام؟ فبالتالي الطبقات لزياده، جزء من الطبقات حيعمل فيتشر اكستراكشن والجزء الثاني حيعمل كلاسيفيكيشن. فهذا التفوق الاول في الديب ليرنينج. التفوق الثاني في موضوع البرفورمانس. يعني البرفورمانس هنا عاده لما تكون عندي البيانات تكبر بعد حد معين الكلاسيكال ماشين ليرنينج بيتوقف، يعني خلاص بيقف عند مثلا دقه معينه اكيورسي معينه وبيكون في ثبات على هذه الشغله، ما في اي تحسن على الاداء لانه خلاص انت يعني بيانات الزياده مش حتخلي الموديل انه هو يتعلم اكثر. بينما في الديب ليرنينج بسبب انه النتورك ديب فعندها استيعاب انه هي تتعلم من اللارج او الـ يعني الهيوج اماونت اوف داتا. فبالتالي كل ما كانت البيانات اكثر زي ما انتم شايفين كل ما كان انه تحسن الاداء، تمام؟ هذه الشغلة إنه أنا بدي أوضحها هنا بالسايز تبع النتورك.
تمام. السايز تبع النتورك انا عندي هنا تراديشنال شالو نيورال نتورك، ميديوم نيورال نتورك، وديب نيورال نتورك. هنا كل ما زادت البيانات تمام بيزيد البرفورمانس، بس وين؟ عند الديب نيورال نتورك. لكن التراديشنال خلاص بتثبت بعد حد معين، كبرتها شويه شالو، شالو يعني ضحله شويه، يعني في عمق شويه لكن انه العمق يعني ضحله مش عميقه. الميديوم متوسطه، في عندها عمق متوسط تثبت بعد فتره، ولكن الديب نيورال نتورك انه الاداه تبعها بتكون متزايده. بينما المنطقه هذه، لاحظ معي المنطقه هذه، مين الافضل؟ انت شايف مين اللي اداؤه افضل؟ خلينا نحكي السمول ولا الميديوم ولا اللارج او الديب نيورال نتورك، مين اللي اداؤه افضل لما تكون البيانات اللي عندي صغيره؟ الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج بالضبط. معنى ذلك انه انا في الديب نيورال نتورك ما بيجي حدا يحكي انه والله عندي بيانات صغيره، عندي بيانات حجمها قليل، يعني عندي بيانات يعني اقل من 1000 مثلا، او انا عندي ديتا او تريننج ديتا مكونه من 300 اكزامبلز او 500 اكزامبل او حتى 700 اكزامبل، وبيجي بقول انا والله بدي استخدم الديب ليرنينج. لا ما يعني لا ما يعني الديب ليرنينج بيحتاج لبيانات كتير كبيرة عشان فعلا انه اداؤه كتير يكون افضل بكتير، او يكون انه في قفزة في الاداء. تمام، واضح هذه النقطة في بالنسبة لحجم الشبكة مع البرفورمانس مع الاماونت اوف داتا. طيب خلينا نرجع هنا عند الديب ليرنينج، وقلنا نركز هنا في الديب ليرنينج على السوبرفايزد. طبعا في السوبرفايزد انا ممكن اتعامل مع ثلاث انواع من الشبكات: ستاندرد، كونفولوشن، ريكرنت، والنوع الاخير اللي هو الكاستم او هايبرد. طبعا في الستاندرد ديب نيورال نتورك في العاده انه انا بكون في عندي هنا فيتشرز عاديه، انه زي مثلا الهوم فيتشرز والتارجت تبعي انه انا بدي اعمل بريدكت للبرايس. زي ما انتم شايفين هنا في النيورال نتورك، هي شبكه بسيطه مبسطه. ايش بدي اعمل؟ اديته مساحه البيت، عدد الغرف، موقع البيت، تمام، قديش انه يعني حاله البيت، يعني يعني انه هذا عباره عن فاريبل بيعبر عن حاله البيت، تمام. وهنا بتروح للنيورال نتورك تتدرب عشان تعمل لي بريدكت في النهايه للبرايس. ممكن النتورك هذه تكون ديب، ولكن النوع تبعها بنسميه ستاندرد نيورال نتورك، تمام. في عندي نوع ثاني كونفولوشن، مع ايش بينفع؟ بينفع مع لما يكون انا عندي الانبوت هو عباره عن ايمج، والاوتبوت على سبيل المثال انا عندي عباره عن اوبجكت، اوبجكت ديتكشن، يعني انا بدي عندي صوره، والصوره يعني والصوره هذه بدي احدد الاوبجكتس الموجوده في الصوره. يعني انا عندي في الصوره مثلا حصان وشجره، فبالتالي بدي ارسم مربع على الحصان وارسم مربع على الشجره، اعرفهم انه هدول اوبجكت. وزي ما انتم شايفين انه هنا انه من 1 ل 1000، لانه فعلا الانظمه الموجوده حاليا في الستيت اوف ذا ارت بتوصل عدد الاوبجكتس اللي فيها وعدد الكلاسز اللي فيها لغايه 1000. يعني مثلا زي الايمج نت فيها اكثر من مليون و400 الف صوره، وعدد الايمجز او عدد الاوبجكتس اللي فيها 1000، تمام. في هذه الحاله انه ما دام انه هي بتتعامل مع ايمجز، فلا بدي استخدم نوع مخصص من النيورال نتورك، الكونفولوشنال نيورال نتورك اللي حنشرحه اليوم، تمام. اما اذا كان على سبيل المثال انه الانبوت عباره عن اوديو والاوتبوت عباره عن تكست، فهذا عباره عن سيكونس وهذا عباره عن سيكونس، فبستخدم ريكرنت نيورال نتورك. لاحظ انه هنا اوديو تكست، اما هنا تكست مع تكست. هذه التاسك اسمها ماشين ترانسليشن او ترجمه اديه، انه الانبوت انا عندي عباره عن نص بالانجليزي، والاوتبوت هو عباره عن نص باللغه او ترجمه باللغه الصينيه،
تمام. أما هنا التكست ترانسكريبشن معنى ذلك إنه أنا بدي التفريغ الصوتي تبع الملف الصوتي، يعني التفريغ الصوتي تبع يعني ملف الصوت، يعني بدي الكلام اللي انحكى في الملف الصوتي إنه يطلع كنص. هذه التاسك عادة بنسميها تكست ترانسكريبشن، تمام. وأنت أكيد بتلاحظها موجودة على اليوتيوب، في بعض الفيديوهات أنت بتلاقي إنه تقدر إنه أنت تتفرج على ترجمة لنص الفيديو، والنص هذا إنه بيكون أو يعني الترانسكريبشن، النص اللي موجود الأوريجينال يعني بيكون إنه باللغة الإنجليزية، وبيكون إنه أوتوماتيك ترانسكريبشن، تمام. هذه الحالة إنه أنا بستخدم ريكرنت نيورال نتورك. في حال إنه أنا بدي أستخدم على سبيل المثال إنه أنا عندي الإنبوت عبارة عن إيمج بالإضافة للإشارة تبعت الرادار، وبدي هنا الأوتبوت بدي أحدد البوزيشن تبع الأذر كارز، زي في السيلف درايفنج كارز مثلا، إنه أنا بدي أحاول إنه أنا في عندي سنسورز وعندي صورة ملتقطة بالكاميرا، وبدي أحاول بدي يعني إنه أحدد وين مكاني أنا بالنسبة للسيارات الأخرى، فهذا بستخدم في هايبريد أو كاستم النيورال نتورك، تمام، خليط من النيورال نتوركس، تمام. احنا زي ما حكينا بدنا نركز اليوم في المحاضرة على الكونفولوشنال نيورال نتورك، الستاندرد اوريدي غطينا احنا المحاضرة الماضية، تمام. وهنا في هذه المنطقة انه الواي ناو، هذا الكلام حكينا ان انا عندي كلاسيكال ماشين ليرنينج، سمول ميديوم لارج، وهنا لما تكون لارج مع اللارج اماونت اوف داتا بيكون انه البرفورمانس افضل، حكينا في سلايد منفصله. طبعا هنا انواع البيانات، هنا احنا حكينا عن انواع لينيورال نتورك، لو حكينا على انواع البيانات ممكن انه احنا نقسمها لثلاث انواع. النوع الاول هو ستراكتشرد، زي ايش؟ زي هذا بالضبط، هذه ستراكتشرد يعني تابولر، انا عندي عمود للاريا، عندي عمود للرومز، عندي عمود لللوكيشن، عمود للويرث، وعمود للبرايس، هذه structured زي الداتابيز. في عندي النوع الثاني images، بدي أصنف أنا كات ولا دوغ. في عندي النوع الثالث عبارة عن ملف ويف، أو النوع الرابع عبارة عن صوت. هذول الاثنين عبارة عن sequence، وهذه عبارة عن image، تمام. فالبيانات إنه يا إما structured هذا النوع، أو هذا النوع كله بنسميه unstructured، تمام؟ طيب شو أداء الكمبيوتر فيجن إحنا عن أو أداء عفوا الديب ليرنينج ميثود في هذه الطريقة؟ في structured ممكن المشين إنه هي تتفوق علينا. إيش يعني تتفوق علينا؟ إنه الأداء تبعها يكون أفضل من أداء البشر. لكن في الـ unstructured data عادة البشر أفضل من الماشين، يعني من في هذه التاسك، تمام. ممكن هو يتعرف على object، يعني الشغلات هذه بالنسبة له بديهية على الآخر، تمام. طيب هنا في هذه المنطقة في السلايد إنه بدنا نيجي نركز على أنواع النيورال نتورك. هذه هي الستاندرد، شايفين شكلها كيف؟ اعتيادية، تمام؟ طبعاً الواي هات هذه يعني على البريدكشن. الكونفولوشن زي ما تشايفين إنه الانبوت عبارة عن صور، وزي ما تشايفين إنه هنا أنا عندي ثلاث مصفوفات وراء بعض. ليش ثلاث مصفوفات وراء بعض؟ حكينا الكونفولوشن تتعامل مع صور، بتعمل اكستراكشن للصورة وبعدين بتدخلها في ال، لا لا لا، انا عندي هذا الانبوت، الانبوت هذا اللي هو انا عندي ثلاث مصفوفات. ليش ثلاث مصفوفات؟ لانه ار جي بي هو الالوان بالضبط. في انا عندي يعني الصور هي عباره عن مجموعه من البكسلز، صح؟ وعشان تطلع صورة ملونة لو كان جري سكيل بتكون أنا عندي مصفوفة واحدة، تمام؟
لكن أنا عندي الصورة ملونة، معنى ذلك أنه بدخل فيها 3 ألوان وبصير في خلط للألوان هذه، فأنا عندي هنا 3 مصفوفات. تمام؟ وبعديها أنا عندي هنا طبقات الكونفولوشن، وآخر طبقة هي طبقة اعتيادية، تمام؟ عشان أعمل بريدكشن إنه هذه كات ولا دوب إذا كانت الإنبوت عبارة عن صورة. فبالتالي اللي بتلاحظوه هنا إنه الاختلاف في النوع تبع النيورال نتورك هو اختلاف في الأركيتكتشر، اختلاف في الأركيتكتشر. هذا اللي هنا زي ما أنتم شايفين هذا عبارة عن الريكرنت نيورال نتورك، فبالتالي الإنبوت عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن سيكونس، زي ما شفنا هنا انه هنا بحكي له انه مثلا على سبيل المثال انه هالو بالانجليزي، بحكي له اولا بالاسباني مثلا او بونجورنو بالايطالي مثلا على سبيل المثال. بالتالي انه الانبوت عبارة عن سيكونس اوف كاركترز والاوتبوت عبارة عن سيكونس اوف كاركترز. هنا الواي عبارة عن سيكونس والاكس عبارة عن سيكونس. فبالتالي هذه النتورك اركيتكتشر انه بتكون انا عندي عاده انه الاوتبوت هذا زي شايفين انه الواي باخذ منه نسخه بوديه للنيورون المجاور. فبالتالي هيك انا يعني بقدر انه انا اعمل كابتشر للسيكونس بهذه الطريقه. طريقه الكونكشن انا عندي مختلفه في الريكرنت نيورال نتورك. تمام. آخر حاجة في السلايد هذه اللي هو الاكتيفيشن فانكشن، وأكيد مرت عليكم وشرحناها إحنا سابقاً. أنا عندي سيجمويد والريلو، الريلو هنا مستخدمة بشكل كتير كبير في الديب ليرنينج، أما السيجمويد كانت تستخدم في الستاندرد أو في الكلاسيكال نيورال نتورك. تمام أمور هيك. في كتير شغلات في السلايد هذه، إذا في شغلة مش واضحة رجاءً لا تترددوا في السؤال. تمام. اوكي. طيب. هنا بيحاول انه هو يوضح انه كيف انه بدنا نتعامل مع اللوجيستيك ريجريشن as a neural network. اللوجيستيك ريجريشن انه احنا بدنا نطلع المعادلة. تمام؟ المعادلة اللي هي هذه. انه نطلعها بطرق باستخدام اللوجيستيك ريجريشن، باستخدام الطرق الاحصائيه. هنا في النيورال نتورك ايش انا عندي؟ المتغيرات الاكس هذا هو عباره عن المدخلات الفيتشرز. تمام. هنا الدبليو هذا انا ممكن اعمله ليرنينج. فبالتالي هنا the task is to learn w and b، والبي برضه كذلك نفس الشيء. فبالتالي هنا يعني هنا بورجي انه فكره الليرنينج في النيورال نتورك انه يعني هي عباره عن انه انت بدك تعمل ادجستمنت للويت، والويت هذا هو بيحدد انه اتجاه او اللاين هذا انه انت تحركه هيك ولا تحركه هيك. تمام. لانه زي ما انت شايف اللاين هذا المعادله تبعته انه قديش القاطع عندك هنا وقديش انه القاطع هنا بتحدد من خلال الدبليو والبي. تمام. هنا الاكتيفيشن فانكشن برضه رجع اكدها انه هنا سيجمويد التان اتش ريلو والليكينج والليكي ريلو، فهدول انه شغلات كتير يعني انه انت ممكن تستخدمها في النيورال نتورك عندك يعني ممكن انه انت تبدل بيناتها. تمام. طيب هنا بنأكد مرة ثانية انه why deep neural network. الحقيقة انه اللي بيصير في الديب نيورال نتورك انه على سبيل المثال بدي اتعرف هذا الانبوت، انا عندي اكس، بدي اتعرف على الصورة هذه. الصورة هذه ايش هي الفيتشرز، طبقات الفيتشرز اللي احنا كنا نحكي عنها، انه في عندي فيتشرز للعينين،
عندي فيتشر للفم للأنف، تمام؟ هذا المستوى الأول. المستوى الثاني بدي أنا أقدر أنه أنا أتعرف أنه هذا عبارة عن ولد ولا بنت زي ما أنتم شايفين. فبالتالي من الملامح اللي موجودة هنا أنا عندي بقدر أنه أنا أحدد. طبعاً الملامح هذه اللي أنا بحكي عنها من وين إجت؟ إجت من خطوط زي ما أنتم شايفين. ثواني دقيقة. تمام، اوكي. فهذه انا كنت احكي هنا في الفيتشرز، هذه اصلا من وين اجت؟ اجت من الاشكال الاساسيه هذه، انه انا عندي خط زي هيك مستقيم ولا خط زي هيك. فبالتالي انا بس مجرد مطلوب مني انه انا اتعرف على الفيتشرز، انه احدد يعني الخطوط او الاشكال او الحدود الخارجيه للاشكال اللي يعني الموجوده انا عندي زي هيك، عشان اطلع بهاي ليفل features اللي هي العينين والفم والأنف، عشان أطلع بعد هيك بكلاسيفيكيشن نهائي اللي هو إنه ولد ولا بنت، إنه يتعرف على الصورة. تمام، فهذه هي موضوع الفيتشر extraction في الأخير عشان أصل لنقطة بكلاسيفيكيشن. وهذا الكلام يعني هذا الكلام إنه هي موضح هنا في الصور، هنا موضح في الويف ساوند. الويف ساوند إنه أنا عندي هنا عبارة عن يعني عبارة عن wave sound يعني موجة صوتية، تمام. وهنا إنه أنا بتعامل مع low level audio feature، ومنها على سبيل المثال البيتش. البيتش إنه هي الارتفاع في نبرة الصوت والهبوط تاني، بتكون أنا عندي زي هيك إنه أنا بدي أتعرف على الفيتشرز هذه، تمام. في الأخير بدي أروح أقسمها أو أستخرج منها حاجة اسمها فونيمز. فونيمز هذه هتاخدوها إن شاء الله في كورس الناتشورال لانجويج بروسيسنج، اللي هو المقاطع الصوتية. المقاطع الصوتية غير الحروف، يعني على سبيل المثال كلمة افتح. افتح إنه مكونة من أربع أحرف، ألف وفاء وتاء وحاء. لكن لو أنا بدي أتعامل معها كمقاطع صوتية، هي عبارة عن إف تح، مقطعين صوتيين. فبالتالي من هدول البيتشز بطلع حاجة اسمها فونيمز، ومن الفونيمز هذه بروح بطلع كلمات، ومن الكلمات هذه بروح بطلع سنتنسز. فلاحظ يعني ملاحظين انه انا كيف صار الانتقال؟ انا عندي من الويف ساوند وطلعت السنتنسز، مر بمراحل عديدة من استخراج عدة فيتشرز بمستويات مختلفة. وهنا نفس الفكرة، انه انا عندي هنا مستويات مختلفة من خطوط بسيطة ركبت فيها أشكال معينة صغيرة، حطيتها في صورة أكبر قدرت أنه أنا أتعرف. وهنا نفس الفكرة، أنه من البيتش لفونيمز لوردز لسنتنسز. أوكي؟ طيب، عادة كيف بده يكون أنا عندي سيتاب؟ سيتاب هنا على سبيل المثال أنه في الكلاسيكال ماشين ليرنينج أنا ممكن يكون عندي عدد الإكزامبل من 100 لغاية 10,000، والتقسيم الطبيعية اللي إحنا يعني عارفينها إنه أنا عندي 60% للترينينج أو 70% للترينينج، وبيكون عندي هنا 20
و20 او 15 و15، يعني خليني اكتبها هنا 70 15 و15 تمام، او 60 20 20 تمام. الان في الديب ليرنينج انا بتعامل مع لارج داتا سيت، عاده انه بتكون بالمليونز. في هذه الحاله التريننج انا بيكون عندي 98% والديفلوبمنت والتست بس مجرد انه 1% و1% تمام. طبعا انتوا عارفين التقسيمه هذه صح، عارفين لايش التريننج ولايش الديفلوبمنت لايش التست. عاده في البيانات في الماشين ليرنينج يعني انه لازم يصير تقسيم للبيانات، انه جزء للتريننج وجزء للتست، يعني الموديل لازم ادربه على بيانات وبعدين لازم اختبره على بيانات عمروش شافها، لانه انا لو دخلت البيانات تبعت التست في التريننج بصير زي كانه غش يعني، فبصير انه يعني فيش اختبار حقيقي لجوده الموديل تمام. الان الديفلوبمنت يعني عرفنا التست، الديفلوبمنت عاده انه احنا او هي لاي شيء بتستخدم الديفلوبمنت بتستخدم عاده للتونينج اثناء التريننج، يعني بتكون انه هي عباره عن داتا سيت بحطها على شقه بستخدمها وقت التريننج عشان انه انا احدد. يعني على سبيل المثال في الكي ان ان ايش انا في عندي باراميتر ممكن احتاج انه انا اعمل له تونينج، الكي فاليو صح؟ قديش اختار الكي، 3 ولا 5 ولا 7 ولا 9، ايش احسن حاجه، ايش بيجيب لي احسن نتيجه؟ لو دخلت التست على الموضوع وحددت انا عندي البيست كي هيك بصير غش. فايش بروح بسوي، باخذ جزء من التريننج بروح برا بعمل تجربه الكيب 3 وهنا الكيب 5 ومره ثالثه الكيب 7 وبعدين بقيس الاداء على الديفلوبمنت، ساعتها بحدد البيست كي. البيست كي والله كانت 7، بروح هي اللي بطبقها على التست داتا وبشوف كيف الاداء. فبالتالي الديفلوبمنت عاده بستخدمها للهايبر للباراميتر او للهايبر باراميتر تيونينج اوكي. طيب نيجي هنا الان للجزئيه هذه، ليش 1%؟ طبعا انتم متخيلين انا عادي لما يكون مليون واختار 1%، 1% من المليون قديش بيطلع، قديش بيطلع يا جماعه؟ يا شباب كم مره دكتور بحكي الواحد في المية من المليون قديش بطلع؟ 100,000. 100,000. انتم متخيلين انا قديش انا يعني انه تكون انا عندي التست ديتا 100,000. فعشان هيك طريقة التقسيمة هنا بهاي الكيفية. واضح؟ واضح ليش هنا 60-20-20 في الكلاسيكال لما يكون انا عندي حجم البيانات لغاية 10,000. لكن هنا في الديب ليرنينج حجم البيانات انا عندي لغايه المليون والتقسيم عاده بتكون 98% 1% 1%، لانه زي ما حكينا ال 1% من المليون هي عباره عن 100,000، وال 100,000 كافيه جدا للتست، لانه يعني الخوف كان انه احنا بدنا نكبر التست داتا او انه احنا حتى نعمل نستخدم الكروس فاليديشن بسبب انه احنا كنا خايفين انه يصير في بايس، يعني انه الموديل يعني حظه كان يعني كتير ممتاز تمام وباي تشانس انه جاب اكيوريسي كتير ممتاز على التست داتا هذه، لانه هي اصلا عددها مش كتير كبير. لكن هذا الكلام في اللارج داتا سيت يعني انه لا بيكون ما له تأثير، لأنه زي ما حكينا أنه الواحد في المية من المليون 100,000، والمئة ألف مستحيل أنه يكون فيها بايس بالمرة تمام؟ أوكي طيب نيجي لموضوع مهم جدا في الديب ليرنينج اسمه الريجوليزيشن. إيش الريجوليزيشن؟ الريجوليزيشن أنه بستخدمه عادة عشان أمنع الـ overfitting
ايش هو الاوفر فيتنج اصلا؟ الاوفر فيتنج انه عاده انه انا بكون هذا البرفورمانس وهذه عدد الايتريشنز تمام، وهنا انا عندي الايرور. يفترض كل ما اتعلم اكثر بقل الايرور معايا، بس هذا انا في عندي تو ايرورز، في عندي ترين ايرور وفي عندي ديفلوبمنت ايرور، اللي هو احنا كنا نحكي هنا في الديفلوبمنت داتا سيت هنا تمام. هذول الاثنين بينزلوا مع بعض لغايه حد معين، بعدها بده يفترقوا، مع انه هنا الايرور بيقل اكثر، ممكن يخدعك تمام، بس لا هذه شغله مش كثير كويسه. ليش؟ لانه الموديل هنا في هذه الحاله او النيورال نتورك في هذه الحاله راحت باتجاه انه هي تحفظ للتريننج اكزامبلز حفظ عن ظهر قلب تمام، عشان هيك التريننج ايرور صار انه هو يقل بشكل كتير كبير تمام. فبالتالي زي كانه احنا بنحكي انه هو حافظ مش فاهم، لا احنا بدنا اياه يفهم الباتر مش يحفظه تمام. فعشان هيك انه لا عند النقطه هذه يفترض انه انا اوقف التريننج. اوكي، فهذا هو مفهوم الاوفر فيتنج. ثواني بس، تمام. فهذا هو مفهوم الـ overfitting. فاحنا كيف ممكن نمنع الشغله هذه؟ نحن بدنا اياه نديله فرصه اكثر انه هو يتعلم تمام، ولكن انه بدناش اياه يحفظ. فاحنا ايش بنروح بنعمل؟ بنروح نعمل انه نعمل regularization. ايش هو regularization؟ هو عباره عن قيمه عشوائيه بمقدار معين، اكيد يعني طبيعه الحال تنضاف على الويت. انا عندي في انا عندي منها نوعين، في انا عندي ال2 وال1 تمام، الاختلاف تبعتهم في المعادله لا اكثر ولا اقل تمام. هذول ليفل 1 وليفل 2، بالاضافه للنوع الثالث اللي هو الدروب اوت. الدروب اوت انه هو بيضيف مقدار عشوائي انا عندي للويت، زي كأنه اللي حفظه بروح بفركش له إياه. الويتس اللي هو عملها adjustment عشان حفظ شغلة معينة بروح بفركش له إياها. فعشان هيك يعني هذه ال drop out وال regularization كتير مهم جدا عشان إحنا نمنع ال overfitting تمام. طيب نيجي ل العمليات الاوبتمايزيشن في التريننج، في الديب ليرنينج تحديدا. لاحظ هنا انا بدي لك كونسبت اساسيه تمام. فعليا الـ يعني انه انا اعمل نورماليز، يعني اول شغله اللي هي موضوع النورماليزيشن تمام، انه انا اعمل نورماليزيشن للانبوت له أثر كتير كبير على التريننج تمام. يعني بمعنى أنه هنا لاحظ أنه هذه البيانات أنا عندي مش normalized، لاحظ كيف أنه هو وصل لأقل error باستخدام يعني زي الزجزاج هيك، يعني أنه هو بيجرب هيك باتجاهات عشوائية، لا بروح بغير الاتجاه تبعه بغير هيك، بس أنت أخذت وقت كبير كتير كبير، أنا بدي إياك تروح دغري. فلاحظ هنا في النورماليزد أنه راح بشكل مباشر انا عندي لاقل نقطه فيها ايرور. طب شو هو مفهوم النورماليزيشن؟ مفهوم النورماليزيشن انا عندي، يعني ناخذ على سبيل المثال انا عندي تو فاريبلز زي الايج مثلا. الايج قديش السكيل تبعه؟ من سنه، لو احنا بتقيس بالسنوات لغايه قديش اكثر واحد قديش ممكن يعيش؟ 80 هاي 80. اوكي طيب نيجي لاتريبيوت تاني زي مثلا انه الير انكم، الدخل السنوي. لاحظوا انه انا بحكيش عن دخل شهري، بحكي عن دخل سنوي، يعني الرقم تبع الراتب الشهري بدي اروح اضربه في 12
تمام. فبدنا نحكي انه على سبيل المثال انه بالمتوسط، يعني خلينا نحكي انه قديش الدخل الشهري؟ 300 دولار، 20,000. 300 ضرب 12 قديش بطلع؟ انا عندي يبقى، يعني خلينا نقول انه من 100 لغاية 300، يعني هذا الرينج تبعي. فبالتالي انا بدي هدول الاثنين بدي اضربهم في 12، فهنا انا عندي 12,000 تمام. هذه اقل قيمه، واكثر قيمه قديش؟ اللي هو 3 في 12 قديش؟ حوالي 30,000، 32,000، 36,000 تمام. طيب لقيت احنا اتفقنا، بدنا نرجع هنا لما دخلنا الاريا والروم واللوكيشن. تخيل لو انه انا عندي هنا نيورال نتورك، انا عندي نيورال نتورك، خليني ارسم انه هنا انا دخلت لها الايج تمام، والنيورون تاني دخلت له الانكم اوكي، بالاضافه لشغلات تانية. هاي النيورال نتورك، وبدي اعمل بريدكت لشغله معينه بهذا الشكل. لا مش هدول، مش هدول. انا في عندي عباره عن ويت، الويت لما ينضرب في الـ في الـ في الايج اصلا، مش انا عندي المعادله انه هي الدبليو ضرب الاكس تمام. الاكس هي قيمه الايج تمام، عند النيورون هذا، وعند النيورون هذا للانكم، والدبليو اللي هو الوزن اللي موجود انا عندي على الايدج هذه تمام. فلاحظوا انه انا لما اضرب شغله مثلا في قيمه بين الواحد والثمانين، غير يعني بيكون تاثيرها غير لما انه انا اضرب في الانكم. بتلاحظوا انه الارقام اللي بتنتج انا عندي من الانكم اكبر بكثير تمام. فبالتالي احنا بدناش انه الانكم ياثر على التريننج بتاثير سلبي بسبب انه اختلاف الرينج تبع البيانات. ايش بنروح بنسوي؟ بنروح بنعمل هنا نورمالايز للبيانات. ايش هو النورمالايز؟ انه هدول اقل قيمه بروح بعتبرها صفر، واكبر قيمه واحد، واي شغله ان بتوين تعتبر انه ضمن كسر عشري. وهنا نفس الشغله، اقل رقم 12,000 بعتبره صفر، واكبر رقم 36,000 بعتبره واحد، واي شغله بيناتهم تمام تعتبر عباره عن كسر عشري بين هذول الرقمين. هيك صار في انا عندي السكيل تبعهم واحد. بس هذا هو الغرض من هذه الشغله، انه انا بدي اوحد السكيل تمام. يبقى هاي اول شغله في موضوع الاوبتمايزيشن، انه انا بدي اعمل نورماليزنج للانبوت، لها تاثير كثير ممتاز في التريننج. لاحظوا انه كمان مره انا بدي لك كونسبت في التريننج، يعني تيبس يعني ممكن تستفيد فيها، انه انت لما تيجي تعمل اساينمنت متعلق مثلا بالديب ليرنينج او شغله زي هيك، انه دائما اعمل نورماليز للانبوت تمام. الشغله الثانيه انه التريننج الجوريثم نفسه بدنا نعمله نورماليزيشن. كيف؟ انا بدي اقسم البيانات، انا عندي لباتشز او ميني باتشز، يعني هاي البيانات انا عندي بدل ما انا اديها دفعه واحده بروح بقسمها لاجزاء تمام. فبالتالي هنا الباتش سايز لما اختاره واحد، معنى ذلك انه ستوكاستيك اللي هي الطريقه التقليديه تمام. ولما اختاره قيمه معينه ام، انا بكون بشتغل بنظام الباتش بهذا الشكل تمام. فالتاثير تبعها زي ما انتم شايفين، هاي الباتش هاي اللون تبعه زي هيك، بروح مباشره للايرور تمام. الاستوكاستيك زي ما انتم شايفين اللي هو بروح باتجاهات بحث مختلفه لغايه لما يصل هنا للانبوت. لاحظوا انه هنا يعني انه
برجع مرة تانية يعني بأكد على نقطة إنه التريننج تبع النيورال نتورك إنه أنا هي عبارة عن سيرش بروبلم، إنه أنا بعمل سيرش للويت اللي بتجيب لي أقل إيرور، فبالتالي هو عبارة عن اتجاهات في البحث أنا عندي زي هيك لغاية لما أصل لأقل إيرور. تمام؟ شو في عندي شغلة تانية إنه أنا ممكن إنه أنا أستخدمها؟ المومنتم. لاحظوا المومنتم هذا إنه هيك بيكون أنا عندي faster learning، إنه كل ما كان إنه اتجاهه هيك، كل ما كان زجزاج أكثر ما كان إنه هو أبطأ في التعلم، إحنا بدنا نسرع التعلم. تمام؟ فبالتالي هنا إنه استخدام المومنتم بيعمل smoothing للكيرف اللي أنا يعني بـ بـ يعني بـ يعني بسلكه أو المسار اللي أنا بسلكه لغاية المينيموم إيرور. في عندي شغلة تانية كمان اللي هو هذه عبارة عن إيرور اللي هو اللوس اللي هو root mean squared prop. تمام؟ هذه لما أستخدمه تمام برضو كذلك إنه هو بسرع في التريننج ألغوريثم بشكل كتير كبير. وآخر حاجة اللي هو learning rate decay. decay إنه أنا ببدأ إنه learning rate عالي وبروح إنه بعمل له decay يعني تقليل كل مرة. تمام؟ أوكي. طيب. الآن القيمة الليرنينج ريت لما تكون عالية شو معناته؟ مقدار الأبديت أنا عندي للويت راح يكون كتير كبير، يعني راح يتعلم بسرعة. تمام؟ وليش بعملها ديكي؟ لأنه أنا مستحيل أنه أنا أخليها أنه يعني تكون ثابتة. ليش؟ لأنه راح يصير تذبذب حول أقل إيرور، يعني بصير تذبذب أنا عندي حول أقل إيرور. يعني أعتقد أنه في رسمة هنا توضح الكلام هذا. هاي الرسمة. الآن أنا عندي القفزة كتير كبيرة، هاي بيمشي زي هيك، أعمل أبديت للويت مرة تانية القفزة هي زي هيك، اعمل ابديت كمان مرة لا هيك الايرور زاد. طب ارجع تاني برجع بقفزة كبيرة. ليش؟ لانه learning rate ثابت، فعشان هيك انا بعمل له decay. لما تختلف انا عندي اشارة الايرور ساعتها ايش بروح بسوي؟ بروح ببدأ اتحرك بقفزات اقل لغاية لما اصل لاقل نقطة انا عندي هنا. تمام؟ يبقى اختصارا أنا عندي هنا في هذه السلايد زي ما حكينا الأوبتمايزيشن تبع الألغوريثم، استخدام الباتش بيسهل أنا عندي التريننج. تمام؟ بيسرع عندي التريننج. تمام؟ استخدام المومنتم كذلك برضو بيسرع أنا عندي التريننج، والليرنينج ريت ديكي، ثلاث عناصر بتحسن الألغوريثم أنا عندي. تمام؟ طبعا فينا عندي الاوبتمايزر، فينا عندي عدة اوبتمايزر اشهرها ادم اوبتمايزر. تمام؟ الادم اوبتمايزر هو عبارة عن توليفة بستخدم فيه، يعني عبارة عن كومباينيشن بين الجريدينت ديسنت تمام مع المومنتم والروت مين سكويرد بروب، يعني بستخدم هاي وهاي. تمام؟ بالإضافة أكيد يعني بطبيعة الحال يعني هذه موضوع الباتش هذه يعني لها علاقة بترتيب البيانات. تمام الأمور لغاية الآن. طيب الهايبر تونينج هذه مشكلة كتير كبيرة إحنا عنا في النيورال نتورك، في أنا عندي شغلات كتيرة محتاج إنه أنا أعملها تونينج. إيش هي هذه الشغلات؟ الألفا. ايش يعني انه انا بدي اعملها تونينج؟ انه انا بدي اختار لها افضل قيمه، صح؟
يبقى إيش أفضل learning rate أستخدمه؟ قديش أستخدم hidden unit؟ قديش الميني باتش سايز؟ قديش قيمة المومنتم؟ قديش عدد اللايرز أستخدمها أنا عندي في النيورال نتورك؟ وقديش أنا أعمل decay في learning rate؟ هذه كلها باراميتر محتاج أن أعملها تونيك. والمشكلة في الديب ليرنينج إنه أصلاً التجربة هي أصلاً بتاخد وقت، أو التريننج أصلاً بياخد وقت، فعمل تونيك لهذه الشغلات ممكن إنه هو يكون يعني إنه عملية شاقة. لكن خلينا ناخد بعض التلميحات. يعني على سبيل المثال الـ learning rate من الشغلات من السلايد السابقة، إيش أفضل learning rate أو كيف ممكن أن أعمله؟ ببدأ قيمته عالي وبعدين بروح بعمل له ديكي، فبالتالي هدول التنتين محلولات. تمام؟ بضل أنا عندي إيش كمان؟ الـ batch size. هذه الباتش سايز برضو عندي مشكلة، فكيف الحل تبعها؟ الحل تبعها في عندي هنا جزئية بتحكي على الباتش سايز. ثواني اوكي، هاي التب، هذه هي السلايد السابقه، انا متذكر انه هي موجوده. ايش بحكي لي هنا؟ اذا كان عندي اقل من 2000 سامبل استخدم السايز 2000، اذروايز استخدم 64 128 256. تمام؟ فبالتالي هنا انه انت بتكون يعني شغله مناسبه انه هي تكون تعمل فت للسي بي يو والكاش سايز، فبالتالي انت بدك تستخدمها يعني يعني حسب احجام الذاكره اللي موجوده عندك، او يعني يعني شغله مرفوعه على القوه 2 عشان انه تكون فت لحجم الذاكره وحجم الانستركشنز انت عندك في في السي بي يو. فعشان هيك يا اما 64 او 128 او 256، هذا لو كان العدد اكبر من 2000. تمام؟ لاحظ معايا انه انا هنا لما احكي الباتش سايز، انه هنا لما احكي انه مثلا على سبيل المثال انه 2000، معنى ذلك انه انت عندك راح يكون 2000 اكزامبل موجودين في الذاكره. تمام؟ لو كان اكثر من هيك، لو كانت انا عندي الداتا سيت 10000، 10000 ما بقدر انه انا احطها كلها في الذاكره، فروح ايش بسوي؟ بروح بقسمها لباتشز زي ما احنا شفنا. طيب بضل السؤال هنا، قديش الباتش سايز؟ استخدم احد الاحجام هذول حسب حجم الدائره الموجوده انت عندك، بس المهم انه يكون 64 128 256 مضاعفات لاثنين، مضاعفات يعني يعني الرقم تو ذا باور 2. ليش السبب؟ السبب انه انت بدكش تستخدم مثلا رقم، بنفعش انه انت تستخدم 50 مثلا، زي كانه انت بتحجز مكان في الدائره. تمام؟ وفي عندك مكان مش مستغل، يعني انه بسبب انه انت عندك تقسيمة بتكون بهذا الشكل. هيك بنكون حكينا برضو عن الباتش سايز. ايش بضل انا عندي؟ بضل انا عندي الهيدن يونت وعدد اللايرز. ايش التكنيك المتبع عشان انه انا اعمل تونينج لحجم الشبكة؟ في الحقيقة التونينج عشان أن أنا أستخدمه على حجم الشبكة بدي أرجع للرسمة هذه. إيش بتروح بتسوي؟ بتروح بتسوي تبني ثلاث شبكات. هاي الشبكة الأولى ديب، والشبكة الثانية ميديوم،
والشبكة الثالثة عفوا يعني خلينا اوكي واحد اثنين الشبكة الثالثة سمول، خلينا نحكي عنها ان هي سمول. بناء على الكيرفز هذا تبع البرفورمانس تقدر تحدد انه اه والله انا الشبكة تبعت الميديوم كان ادائها ممتاز، فخلص بعمل دروب لهاي وبعمل دروب لهاي. تمام، فايش بدي اركز؟ انه الميديوم هذه ممكن انه ابني واحدة فوق الميديوم بشوي وواحدة تحت الميديوم بشوي عشان احدد انه اروح بهذا الاتجاه ولا اروح بهذا الاتجاه. تمام، هذا السيناريو. السيناريو الثاني السيناريو الثاني انه لنفترض مثلا انه البرفورمانس تبع الديب انه كان الافضل، خلص كل اللي تحته بعمل له ديسكارد. ايش بروح بسوي؟ بروح ببني شبكة اكبر منها وبقارن ادائها بهذه. تمام، وهيك انا بحدد اتجاهي انه اه خليني انه هجر هنا شوي ولا لا ابني الشبكة اصغر منها. فبالتالي معنى ذلك انه بعبارة اخرى عشان انا اختار حجم الشبكة المناسب بروح بختار ثلاث احجام للشبكات. تمام، وبناء على يعني البرفورمانس كيرف تبعها بروح بحدد انه اه والله الميديوم انسب لا للارج اكبر، بس لو كبرتها اكثر بيكون افضل. فهذا بديني مؤشر انه انا كيف اعمل تونينج لهذا الباراميتر. تمام، فهدول الاثنين مرتبطين مع بعض وشفنا كيف انه احنا نعملهم تونينج، وهيك احنا بنكون خلصنا هذه الشغلات المتعلقة بالتيونينج. تمام، واضح النقاط هذه؟ واضح نقاط التيونينج كيف انه انا ممكن اعمل تونينج؟ لأنه هي محل أسئلة. تمام؟ طيب، أوكي، خلينا نعمل سكيب للتفاصيل هذه ونبدأ مباشرة في السي إن إن. تمام؟ طيب السي ان ان او الكونفولوشنال نيورال نتورك، ايش هي الكونفولوشنال نيورال نتورك او الشبكات العصبيه الالتفافيه؟ ايش هي العمليات الالتفافيه اصلا؟ في هذا الرسمه تمام انه على سبيل المثال انا عندي هذا الرسم مثلث. العمليات الالتفافيه انه انا بروح باخذ زي ما انتم شايفين هذا المربع بروح بمرر عليه بمر على كل البيكسلز اللي عندي سطر سطر زي هيك. تمام، وبتروح بطلع ماتريكس تانية عشان ايش؟ عشان احدد الايدجز تبعت المثلث بهذا الشكل. الهدف انه انا بدي اطلع شكل المثلث ايش الحدود تبعته. فكيف بعمل الحدود تبعته؟ بروح انا في عندي هنا مصفوفة صغيرة هذه تمام اللي هو حيبداها الان هذه فورا هذه المصفوفة بتروح بتلف على مصفوفة الصورة بشكل التفافي وبتجري عمليات رياضية حسابية ومن خلالها بتحدد الناتج تبعها انه هنا اه صفر هذا مكان فاضي صفر 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 مكان فاضي. تمام، والمكان اللي فيها edges بتروح انه بتكون انا في عندي قيم مختلفة زي ما انتم شايفين هنا، وبهيك انا بحدد مكان المثلث او بالاحرى حدود المثلث بهذا الشكل. تمام، طيب كيف ترتيب الطبقات؟ ترتيب الطبقات انه انا عندي هاي الانبوت كصوره وحكينا اتفقنا انه هذه عباره عن ثلاث مصفوفات والمصفوفات هذه للار والجي والبي. ف بيتم اجراء عمليات الكونفولوشن تمام بهذا الشكل، فبتولد انا عندي عده طبقات للكونفولوشن. تمام، بتلف على الصوره زي هيك. تمام، هدول الطبقات تبعت الكونفولوشن بحتاج ان انا اعملهم بولينج تجميع. تمام، لانه انا في عندي العديد منها فبروح بعملها بولينج تجميع. التجميع هذا بروح بمرره لشبكه نيورال نتورك عاديه اللي هي نيورونز عاديه بهذا الشكل. تمام، فهذه بالمناسبه عباره عن نيورال نتورك بس كونف نت بنسميها او يعني شبكة التفافية. هذا برضو شبكة التفافية لكن هذه شبكة اعتيادية عشان يطلع أنا عندي التصنيف في الآخر بهذا الشكل.
والمبدا تبعها مبني على انه انا بحدد الحدود تبعت الشكله، طبعا تبعت الشغله. طبعا هنا انا بقولش انه بجيش احكي انه والله عشان لونه زي هيك يبقى هذا فيل، عشان لونه زي هيك هذه زرافه، وعشان لونه زي هيك هذا حمار وحشي. لا ما بيزبط هذا الكلام. الفكره هنا في الموضوع انه الفيل كيف شكله، شكله بهذا الشكل هيك زي هيك، هذا الحدود تبعته. بتعرف عليه انه هو فيل بهذا الشكل، والزرافة شكلها زي هيك، تمام بهذا الشكل. فبالتالي كيف بدنا نتعرف على الحدود هذه؟ باستخدام عمليات الكونجنت. طبعا هذه الشغلة انت يعني هنا حتى لو انت كنت شايف فيل من بعيد بس الرؤية مش واضحة بسبب الإضاءة أو كان في غبرة، بس انت من الشكل انت بتعتمدش على اللون، انت بتعتمد على الشكل عشان انت تحدد انه هذا فيل ولا لا، صح؟ هاي هيك هيك الانسان بتصرف في الريكوجنيشن تبعه. وهذه الشغله يعني تم استيحائها من يعني كيف انه هم البشر بتعمل الريكوجنيشن للصوره، وتم تطبيقها على الكونفولوشنال نيورال نتورك. فبالتالي انه انا عندي مصفوفه بتحدد الشكل العام تبع الفيل مثل هيك، وبروح بمررها. ناخذ مثال مثلا على سبيل المثال الكات هيها، باستخدام الكونفولوشن حددنا الحدود تبعتها، انه هي الاذن تبعتها، هي الفم، تمام، هي الاذن شكلها بهذا الشكل، تمام. فبالتالي طلعت الخصائص العامه للقطط انه هي شكلها مثل هيك. جتني صورة جديدة بدي أصنفها، بروح بطبق عليها الشكل العام اللي أنا تعلمته. الدينين مثل الدين، يعني الدينين اللي أنا تعلمتها مثل الدينين اللي موجودة في الصورة هذه بعد ما تعرفت على الحدود تبعتها، والفم مثل الفم، يعني مكان الفم، لأنه يعني المسافة هذه، لأنه يعني أنتم بتلاحظوا دائما أنه وجه القطة يعني مكان الفم فيه، لأنه هو أصلاً وجه الوجه تبعها مدور، لكن الكلب عادة إنه بيكون شكله زي هيك، يعني إنه مش عارف كيف بدي أرسم لكم إياه. تمام، عنده بروز أكثر في الفم في المنطقة هذه الكلب، تمام. فبالتالي لا، إجا مش مطابق، الفم تبعه هي تحت، إجا مش مطابق، تمام. فهذه حكينا إنه هي كات، تعرفنا عليها، وهذه نوت كات. ليش؟ لأنه شكل الأذنين مش نفس شكل الأذنين، والفم مش نفس شكل الفم، فبالتالي هذه not cat. أوكي، وهو نفس المبدأ اللي احنا حكيناه هنا في موضوع الفيتشر اكستراكشن. برضو حابب أرجع لهذا المثال، لأنه هو فعلا هذا المثال بيشتغل بهذه الطريقة، أنه أنت تتعرف على الخطوط الأساسية في الأول. الخطوط هذه بتستخدمها عشان تجمع أشكال صغيرة، والأشكال الصغيرة هذه بتروح بتجمعها عشان تحدد أشكال أكبر، والأشكال الأكبر هذه أنت بتروح بتحدد إيش الكلاس النهائي تبعها، تمام؟ أنت كيف بتتعرف إنه هذه سيارة ولا مش سيارة؟ من شكل العجال تبعتها، من شكل البادي تبعها. طب شكل العجال وشكل البادي كيف تحدد؟ تحدد من خلال إنه أنت أشكال هندسية، دوائر ومثلثات مثلا ومربعات زي هيك، عشان انه انت تحدد انه هذه سياره او مش سياره. فهذا هو المبدا تبع الكونفولوشنال نيورال نتورك، تمام. اوكي، بس هذه نصيحه انه انت تستخدم اوبن سورس امبلمنتيشن، والاوبن سورس امبلمنتيشن يعني رح اورجيكم انا عندي بعض التطبيقات، يعني انه بتكون الامبلمنتيشن تبعها يعني افضل من انه انت يعني تبني من السكراتش. هذه يعني هذه الشغلات ما حدش من الايام بيبني هاي الشغلات من السكراتش، عاده بستخدم اوبن سورس امبلمنتيشن لهذه الشغلات، تمام. طيب التطبيقات تبعتها عديده، الديتكشن، الديتكشن ايش معناته؟ معناته انه انا عندي في الصوره هنا، هذه الصوره فيها اوبجكت. الديتكشن مطلوب منه انه انا ارسم مستطيل زي هيك صغير على الاوبجكت تبعي، انه هذه السياره.
طب لو في سيارة تانية بروح برضو برسم عليها مستطيل تاني زي هيك، هذا مستطيل للسيارة الأولى وهذا مستطيل للسيارة الثانية. هذه التاسك اسمها Object Detection، تمام؟ فهو مطلوب منه أنه يعمل Learn للأبعاد المستطيل هذا بحيث أنه هو يجي على الـ Object تبعي بالضبط، تمام؟ فهو بروح أنه بزيحه هيك شوي، بكبره هيك شوي عشان أنه يقدر انه هو يحسب انه او يعني يقدر انه هو يحدد الاوبجكت تبعي. هذه تاخذ تبعت الديتكشن. انا في عندي الفيس ريكوجنيشن. ايش الفيس ريكوجنيشن؟ في ال وفي هذه الديب فيس، انا عادي حواجيكم اياها الان. في ال في انا عندي فيس ريكوجنيشن انه انا احدد في الصوره وين مكان الفيس، وفي عندي الفيس فيريفيكيشن. الفيس فيريفيكيشن انه انا احدد انه is this Peter، تمام؟ اما هنا who is Peter او who is this، يعني انا بحدد انه بعمل فيس ريكوجنيشن انه بحدد انه هو مين هو هذا، تمام؟ لكن هنا انا بحدد انه هل هو بيتر، انه بتكون الاجابه yes او no، بحدد مين هو بالضبط، تمام؟ قبل ما ننتقل لترانسفير ليرنينج خليني بس انه اعطيكم الديب فيس. Deep Face GitHub. هذه المكتبة Open Source Implementation Deep Face. بورجي لك كيف تعملها Installation. Pip Install. ممكن تستخدمها لعدة تاسك. Face Recognition. تمام. وفي ممكن تستخدمها في Similarity. تمام، خلينا نشوف الفيس ريكوجنيشن وفي الفيس فيريفيكيشن. طيب في انا عندي صورتين، الصوره هذه والصوره هذه. المطلوب منه انه هو يعمل فيريفاي انه الصوره هذه هي نفس الصوره هذه لنفس الشخص ولا لا. طبعا كيف بيحدد؟ بيحدد من الفيتشرز تبعت الفيس. زي ما انتم شايفين هي راسم مستطيل او مربع حول الفيس، والمطلوب انه هو يحدد الفيتشرز اللي بتحدد ايش هو الفيس هذا. عاده الفيتشرز هي عباره عن اماكن العينين، تمام، المسافه بيناتهم هنا، تمام، وكذلك الانف، والمسافه بين الانف والفم والفم نفسه، هذه بتحدد ملامح الوجه، تمام. طبعا اذا انا عملت ديتكت لاماكن العين والشغلات هذه بقدر احسب المسافات هذه كلها. فهو بيجي بيحسب انه اوكي هذول، يعني هذه الصوره لنفس الشخص لهذه الصورة، فهنا النتيجة إنه verified true، تمام؟ طبعاً هذا الـ VGG face هذا عبارة عن pre-trained model، أوكي؟ التاسك الثانية إنه أنا بدي أعمل face recognition. بالفيس ريكوجنيشن هنا زي ما انتم شايفين انا في عندي هنا ثلاث صور، تمام، وهي التارجت تبعي. بحكي له انه هل التارجت هذه موجوده ضمن هدول ولا لا. فهنا بحكي لي النتيجه انه فاوند ولا نوت فاوند. السيميلاريتي في السيميلاريتي، تمام، او يعني بالاحرى انه انا بدي اتعرف على الكاركترستيك تبعت الفيس، انه انا في عندي نفس الشخص هنا كل واحد فيس بمود مختلف، تمام. فهنا ايش اللي طلع النتائج؟ انه بناء على الفيتشرز تبعت الفيس، تمام،
قدر يحدد الايج، طبعا الايج كله متقارب لانه نفس الصوره، بس سبحان الله الايموشن تقدر انه تحدد شكل او عمر البني ادم، يعني زي كانه يعني زي هيك. بس هنا انه هنا الايموشن النيوترال تمام، وانه هذه الجندر ويمن قدر يعملها كلاسيفيكيشن انه هذا مان ولا ويمن، وهنا قدر يحدد الريس تبعها تمام. هذه نيوترال مع انه هذا غلط انه هي انجري تمام، هنا صح طلع لي اياها هابي وهي فعلا هابي، وهنا سربرايز وهي فعلا انه هي سربرايز، وهنا نيوترال هذه نيوترال فعلا، لكن هذه انه ما قدرش انه هي تعرف عليها تمام. فلاحظ انه مع اختلاف الجيستشرز او تبعت الايماءات تبعت الفيس برضو الريس اختلف. انا عندي هنا انه الريس ايطاليانو، وهنا وايت 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 تمام، والجندر كله ومن ومن ومن، لكن الايج هو اختلف تمام. هذا بخصوص الفيس ريكوجنيشن او الاوبجكت ديتكشن، عفوا يعني بخصوص الديب فيس. خليني اورجيكم موضوع الاوبجكت ديتكشن. زي ما انتم شايفين في هذا المثال انه هذه انا عندي زي ما انتم شايفين انه هذه هان بروح بحط مستطيل على كل واحدة تمام، وبروح بحدد انه ايش الليبل تبعها. هذا ماوس حط مستطيل عليه، هذا كب، هذا باول، هذا بوتل، لابتوب تمام، بوتل برضو، هذا تشير، هذا هي كله زي هيك تمام. فهذه بتكون انه بيتم تدريبها زي هيك، وفي بري تريند موديلز كثيره ممكن انه انتم تستخدموها في هذا الاطار تمام. فهذا بخصوص موضوع الاوبجكت ديتكشن كتطبيقات. ثواني طيب آخر موضوع بدنا نحكي عنه في محاضرة اليوم هو موضوع الترانسفير ليرنينج. إيش مفهوم الترانسفير ليرنينج؟ هو باختصار استخدام use pre trained models. تمام، كيف أنا ممكن أستخدم نماذج مدربة مسبقاً؟ طبعاً بتوفر علي يعني بشكل كتير كبير في 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 يعني في في بناء المودلز. الفكرة الأساسية تبعتها زي ما إحنا شوفنا إن المودل عادة مكون من مجموعة من الطبقات، صح؟ هاي الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، زي هيك، واي الخامسة. وروح بقسم هذه الطبقات لجزئين، هاي زي هيك. هذا الجزء بعمل له فريز. بمعنى انه بثبت الويتس تبعته اللي تم تدريبها اللي كانت مدربة بشكل مسبق، بروح بثبتها تمام. ما بدي اعيد تدريبها. وايش بروح بسوي؟ انه الطبقات اللي تليها هذا الجزء من الطبقات هي اللي بخليها انه هي تعمل انه تريننج او تعدل الويت تبعها. فبالتالي بدل ما ادرب كل الشبكة دربت أكم من طبقة، هنا موجود ثلاث أو أربع طبقات موجودة هنا فقط. واضح إيش مفهوم the transfer learning؟ والفكرة تبعتها إنه هي مستخدمة بشكل كتير كبير في الصور، مستخدمة كذلك في النصوص يعني،
بس استخدام الصور انه انا بستخدمها في الفيتشر اكستراكشن. ايش هي الفيتشرز؟ اللي هي الاشكال الهندسيه هذه، هذه دائره، هذه عجله سياره، هذا مستطيل، هذا خط عمودي، هذا خط افقي، عشان اطلع اشكال زي بعدها زي هيك، يعني انه مركبه اكثر، زي مثلا انه هذه العين تمام، وهي الحواجب، وهذا الانف، وهذا الفم، زي هيك تمام. فبروح استخدم الطبقه المدربه مسبقا عشان اعمل فيتشر اكستراكشن. طب الكلاسيفيكيشن تاسك تبعتي اللي انا بدي اياها هايها، هنا بروح بعمل تدريب هنا بهذا الشكل تمام. يبقى زي ما حكينا هدول الطبقات بعملهم فريز، وهدول الطبقات بعملهم ترين. فبدل ما ادرب كل الشبكه بس بدرب هاي الجزئيه، هاي مفهوم الترانسفير ليرنينج تمام. طيب يعني انا زي ما حكينا انه هذا الموديل الاصلي، ايش بروح بسوي؟ كيف بستخدمه؟ هذا الموديل الاصلي البري تريند، بروح بقصه من هنا تمام. طبعا قصه يعني انه مجازي، لانه هذه عباره عن طبقات وكونكتد مع بعض، يعني بمعنى اخر وكاني انا باخذ من الطبقه من كونف واحد لغايه اف سي واحد تمام، وبحطهم هنا، وبروح هنا بصف الطبقات جديده اللي راح تعمل كلاسيفيكيشن. انا عندي بهذا الشكل، في انا عندي عده استراتيجيات تمام، هاي الترين وهاي الفروزن. ممكن انا اعمل ترين لكل الموديل، ببطل اسمه ترانسفير ليرنينج. ممكن اعمل لجزء منه، خلي هذا فريز، هايو فروزن الابيض تمام، والازرق هذا ترينبل. ممكن اقلل الجزئيه هذه تمام، انه بحيث انه تكون هذه الطبقه بس او هذه الطبقات بس، وهذا كله فريز بهذا الشكل. طيب اي استراتيجيه استخدم؟ احنا بدنا نقول انه بدنا نستخدم بين استراتيجيه 2 و3، لانه هذه بطلت انه ترانسفير ليرنينج. فهذه انه حسب الحجم تبع الداتا سيت، انا في عندي محورين بيحدد الشغله هذه، اللي هو الداتا سيت سيميلاريتي والسايز تبع الداتا سيت اللي عندي. عشان توضح النقطة أكثر، هنا لنفترض إنه أنا عندي هنا خليني إنه أنا أشرح لكم إياه على لأنه هنا في موجود مثال في التنسر فلو، راح توضح الصورة عندكم أكثر. التنسر فلو لو رحت هنا على الايمج، طبعا هنا في التنسر فلو مقسمه التوتوريال انه انا بدي اتعامل مع ايمجز، مع تكست، مع اوديو، ستراكشر داتا. والتنسر فلو هذه عباره عن ديب ليرنينج لايبرري، اللي بعرفش اوبن سورس اكيد بطبيعه الحال. خلينا نروح على الايمج، وهنا انه ترانسفير ليرنينج اند فاين تونينج. لاحظ هنا انه عندي الداتا سيت تبعتي اللي بدي اتعامل معها، اللي هي الكاتس والدوجز، هذه هي تمام. هي عملها داونلود من الانترنت، وهنا بس مجرد انه هذا الكود عملها برزنتيشن تمام، انه هو مجرد انه عرضهم زي هيك تمام، انه عرض هنا انه زي هيك اوكي. طيب طبعا هذا الاوجمنتيشن انا ما بديش احكي عنه الان حاليا. طيب هنا هنا هيو مستخدم بري تريند موديل اسمه موديل موبايل نت فيرجن 2 تمام. الموبايل نت فيرجن 2 البيانات اللي تدرب عليها عبارة عن 1.4 مليون صورة و 1000 كلاسز. ايش الكلاسز هدول؟ شجرة، كتاب، حصان، سيارة، شاطئ، بحر، كرسي. 1000 اوبجكت، 1000 كلاس. احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نستخدمه عشان بس نصنف كات ودوغ، بدنا نخصصه للتاسك تبعت اللي هي الكات والدوغ. فبالتالي هينا احنا استخدمناه هيو زي هيك تمام،
وسمينا هذا البيس موديل. طيب كيف انه احنا صف يعني خلينا فريز؟ ببساطة حكينا انه البيس موديل ترينابل بتساوي فولس، هيك خلاص صار انه فريز. تمام، ايش بروح بسوي؟ هاي الموديل سامري. تمام، لاحظ الطبقات تبعته، طبقات هائلة، هذه كلها فروزن، هذه كلها فروزن، أنا عبارة عن طبقات convolution مطبوعة ببولينج، convolution مطبوعة ببولينج، عدة مستويات ضخمة الشبكة. كم باراميتر فيها؟ أكثر من 2 مليون باراميتر. الترينابل زيرو، ليش؟ لأنه فروزن. والنون ترينابل اللي هم كلهم هذول اللي هم نفس الرقم هذا 2 مليون وشوي. طب إحنا إيش سوينا؟ رحنا ضفنا طبقة إضافية. تمام، هاي الطبقة هذه عبارة عن dense layer وحطيناها ورا البيس موديل. تمام، وهنا بدنا نستخدمه هنا في التريننج، وهي بدينا نعمل التريننج. لاحظوا انه النتيجة بس باستخدام 10 ايبوك وصلت ل 94%. تمام، وهي الكيرف انا عندي، هذا التريننج وهذا الايرور. طبعا التريننج يفترض انه يطلع لانه الاكيورسي بيزداد مع التريننج اكثر، والايرور بيقل مع التريننج اكثر. تمام، فهنا انا استخدمت ترانسفير ليرنينج. انا موديل مكون، انا عندي من 1000 كلاس مدرب، استفدت من الفيتشر اكستراكشن الموجوده فيه، وعملت له تونينج وعملت له ترانسفير لكلاس او لا 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 انه يصنف لي انه الكات والدوك. طبعا نرجع هنا، هنا لموضوع الداتا سيت سيميلاريتي. موضوع الداتا سيت سيميلاريتي انه قديش انه الداتا سيت تبعتي هذه بتشبه الداتا سيت اللي تدرب عليها. تمام، والسؤال الثاني قديش السايز تبع الكات والدوك ايمج؟ فهو بيحدد انه انا استخدم البري تريند موديل، تمام، ولا ادرب من الصفر، ولا ايش اسوي بالضبط. تمام، وهيك يعني تقريبا بنكون خلصنا موضوع الديب ليرنينج. حكينا فيه بشكل اساسي على الديب ليرنينج، تمام، المواضيع الاساسيه حكينا على الديب ليرنينج، حكينا كيف نعمل تيونينج، وحكينا كيف نعمل اوبتمايزيشن للالجوريثم، حكينا على سي ان ان بشكل موسع، وحكينا على الترانسفير ليرنينج بشكل يعني اخر موضوع كان في الموضوع هذا. فبضل اذا في انتم عندكم اسئله او استفسارات